انا شايف ان في بعض الاطفال الصغيرين خايفين. خايفين من ايه؟ دول عباره عن زي ايه؟ زي عمه وخاله. تعال عايز تفتح حاجه باين عليك. تعال. لا ما تخافش، هو جاي وبيقول انا بخاف من دول، ما تخافش منهم. يلا نقل عن بقى الماسك يا بسنت وديار. اهو عباره عن اشخاص عاديين. اهو شفت بقى زي اخواتك الكبار في البيت. خلاص ما تخافوش منهم يا اولاد. طيب مين شاطر بقى يجي ويلبس الماسك بتاع بسنت وديار؟ تعالي يا دكتور. لو لبسناه بقى كده هتكوني مثلا. يلا دخلت اهو. شاطره ممتازه. يلا مين تاني بقى دخلت؟ تعالي. يلا حيروح اهو دخلت. ما دخلتش منهم بقى. طبعا ايه؟